ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة السادس الإعدادي الفنون، أهلا وسهلا بكم في المراجعة الشاملة والمركزة الخاصة بمادة الفن البيئي، وعدنا سمات البيئة العراقية وتغييراتها وتأثيرها على أنماط التصميم. أولا، تمتاز البيئة العراقية باختلاف الطبيعة كالتضاريس والجبال والأنهار والسهول والصحاري وبعض المسطحات المائية كالأهوار والمياه الجوفية والمناخ الذي يتميز ما بين الحار والجاف والحار والرطب وبعض المناطق الباردة. وهذه السمات مؤثرة ومتأثرة لأنها داعمة التفاعل باعتبار الإنسان أهم عنصر في إحداث التغيير. سؤال: هناك صفة مشتركة بين الفن الإسلامي والفن العراقي، بين الفن الإسلامي والفن العراقي وخاصة في فن العمارة؟ إن العمارة والزخرفة تشمل في أغلب الأحيان جميع جوانبه رغم تعدد أنماطه المعمارية والزخرفية كالفاطمي، الصفوي، السلجوقي، ونلاحظ هذه الأنماط قد تتجمع معا لتؤلف التكوين العام للمفردة المعمارية الواحدة. سؤال: بلغ الفنان العراقي المسلم أرقى المستويات الفنية في فن العمارة المتميز بعد التقدم العلمي الذي وفر له الكثير من أحداث التغيير في سمات البيئة على وفق احتياجاته ومتطلباته الحياتية، منها الطبيعة الحضارية، طبيعة التعرف على سمات المناخ وسمات العالم الجغرافي الحضارية وهي ناتجة عن تفاعل للإنسان مع سمات بيئته الطبيعية، وتشمل السمات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى السمات الفكرية والفلسفية والعلمية الفنية. لا تتميز بأنه فن تشكيل الأسطح لتحقيق مبدأ منفعة ومتعة فنية للعناصر المعمارية الجمالية. أربعة: تتميز بتراص المكونات بعضها إلى بعض لتشكيل نسق وبيئة مادية. خمسة: التأكيد على المسارات والمحاور الحركية من خلال التأكيد على وجود الفضاءات والفناءات الوسطية. الاعتماد على المواد المحلية في الغالب. سبعة: اعتماد المظهر المثالي للمباني النابع من الدين الإسلامي، الاستخدام الأمثل والأرقى في المعالجات الزخرفية. عندنا أيضا تتميز أنماط العمارة الإسلامية بأعمالها الإبداعية مثل المجسمات التي استوعبت جميع أنماط الفنون التشكيلية كالتصوير والنحت الملون. ترتبط علاقة البيئة بطريقة نمط البناء لخدمة وظيفية اجتماعية محددة كالسكن والعبادة. أثرت البيئة على فنون وفن العمارة بوصفه فن إبداعي تكويني وزخرفي يساهم في تشخيص نمط وهوية المبنى ووظيفته. 12: ظهور لغة فنية موحدة ومعبرة عن نمط مدلول بمرونة عالية. 13: قامت أنماط الفنون الإسلامية في العراق عن الارتباط العضوي في حاجات الإنسان وظروفه البيئية المرتبطة بالمناخ وبالعامل الاجتماعي. 14: ارتبطت الفنون العراقية ارتباطا وثيقا بحاجة الإنسان وظروفه البيئية المرتبطة بالمناخ وبالعامل الاجتماعي. وارتبطت الفنون العراقية ارتباطا وثيقا بحاجات الإنسان العائلية والاجتماعية بطبيعته النفسية وقدرته على التفاعل مع بيئته. عندنا تأثير أنماط البيئة العراقية على شكل الأثاث والأجزاء والبناء العراقي. هناك أهداف مختلفة للبيئة المبينة عددها مع الشرح: المناخية والاجتماعية الثقافية. المناخية ونقصد بها إيواء الناس وممتلكاتهم والحيوانات من القوة الخارقة لخلق مكان إنساني آمن في عالم خطير للاستقرار لمكان وعمل علاقات اجتماعية. العوامل الاجتماعية والثقافية أي بمعنى الأعم في الأكثر هي من المناخ التكنولوجي، المواد والاقتصاد والشكل. توضيح: بما أن رموز بصفة عامة هي أمر أساسي في نفوس البشر، سوف نتطرق إلى بعض الأشكال والرموز البيئة العراقية. وأول هذه الرموز: الأزياء، البناء، الأثاث والأداة المنزلية. عندنا الأزياء. إن الإنسان العراقي أقدم من عرف الملابس والأزياء تتفنن في صنعها، وأشهر النقوش هي السومرية والتماثيل البابلية والآشورية.
وكان للعراق القديم لكل مناسبة زيا خاصا لعمله اليومي أو للاحتفال وللأعياد والانتصارات وللزواج ولزيارة المعابد. منها جاء تنوع الأزياء الشعبية في العراق. نلاحظ التنوع في أشكال الأزياء العراقية تبعا للبيئة المحيطة، عددها مع الشرق، أزياء المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية. المنطقة الشمالية، إن أزياء المنطقة الشمالية تمتاز بكونها فضفاضة وذات ألوان زاهية، وتصنع من أقمشة سميكة وقوية كي تتلائم والبيئة الجبلية الباردة ذات المناطق الصخرية والزراعية. زين، عندنا أزياء المنطقة الوسطى وتمتاز بتنوعها تبعا للعادات والتقاليد الاجتماعية وبيئة المنطقة. فنجد في بغداد مثلا أنواع الملابس والأزياء تطلق على الأزياء البغدادية، وهي غالبا ما تمتاز بالألوان الحيادية أو الرمادية الملونة. أزياء المنطقة الجنوبية، إن شكل الملابس في تلك المناطق له طابع خاص من حيث الشكل والنوع، اللي يرتدي الرجل في هذه المنطقة العباءة غطاء الرأس، الغترة والعقال في أعلى الرأس وكذلك في أقصى الجنوب. فتكون الأزياء نفس الزي آن في الذكر في أغلب أيام السنة، لأن المناخ في تلك المناطق هو حار جاف ورطب، خصوصا في مناطق الأهوار وهي مناطق معزولة نوعا ما. عندنا أيضا البناء ويقسم إلى قسمين، البيوت البغدادية والشناشيب في البصرة، بيوت القصب في الأهوار. تكلم عن البيوت البغدادية والشناشيب في البصرة. لقد تنوعت أشكال الأبنية في العراق بسبب التنوع البيئي والثقافي في المحيط وفي تلك المناطق، مثل الشناشيب العراقية فأصبحت تنافس النخيل في التدليل على الهوية الجمالية للمدن العراقية. تعريف الشناشيب، وهي شرفات خشبية حسب رأي المختصين مزخرفة تعمل على إبراز واجهة الطابق الثاني بأكمله، أو غرفة بشكل بارز إلى الأمام، ويكون هذا البروز بالخشب عادة وبزخارف هندسية. أين ظهرت الشناشيب لأول مرة؟ ظهرت الشناشيب لأول مرة في البصرة، وانتقلت هذا الطراز إلى بغداد وباقي المدن العراقية. وتغنى الشاعر العراق السياف في أجمل أشعاره شناشيب ابنة الجلبي، نقول: لقد تنوعت الشناشيب في الشكل والمحتوى وجاءت متطابقة مع الذوق العام، وضح ذلك بسبب حرية الحركة في الخشب. اثنين، سهولة التصرف به، كما في شناشيب البصرة التي حافظت على طابعها الخاص في مطعمة بالزغارف فهي مطعمة بالزغارف والفسيفساء. ما هي ميزات الشناشيب البغدادية؟ ميزاتها تظهر عناية خاصة بالقضبان الحديدية. تعريف التختبوش، هو السرداب الذي استخدمه في الشناشيب العراقية. ما هي مميزات الشناشيب البصرة؟ تتميز الشناشيب البصرية بالأعمدة الخشبية وبتشييد القناطر الحجرية أو الخشبية مع عناية واضحة بالزخارف البنائية عبر التشكيل الخشبي. أدنى تعليل، يتميز الطابق الأرضي في بناء الشناشيب بالطابوق والفص والحديد والشيلمال ليتحمل الطابق الثاني من حيث القوة ومقاومة الرطوبة وعوامل الطبيعة كحرارة الشمس في الصيف، وخلق جو لطيف وبارد ودافئ في فصل الشتاء. لماذا كان البناء من مادة الخشب في الطابق الثاني للشناشيب البغدادية؟ لرخص مادة الخشب وسهولة توفرها، فهو يحافظ على البرودة ويكون حاجزا أمام أشعة الشمس الحارة في الصيف. وإن مادة الخشب فيها ميزة، وهي لخفتها سمحت لسكان المدن العراقية أن يرفعوا بيوتهم إلى طابق ثاني من غير ما خاوا من طبيعة الأرض. أدنى، ما هي فوائد تراس وضيق الأزقة الشناشيرية في البيوت البغدادية؟ لقد وفرت الشناشيب للأزقة مظلة كبيرة تقل مار حرارة الصيف، وتزداد أهمية المظلة التي تطل إلى الخارج بمسافة متر تقريبا عندما تصل الشناشيب في بين 20 إلى 30 منزلا متجاورة ويقابلها عدد مماثل من المنازل. إن هذا التقابل يجعل الأزقة بمنع عن أشعة الشمس. يقول: هذه هي الشناشيب، تعتبر فن وهندسة وتاريخ وأصالة اجتمعت في نسق واحد لتخلد إثرا معماريا جميلة. بيوت القصب في الأهوار، يستخدم أهالي الأهوار الزوارق في تنقلهم وترحالهم، وتسمى هذه الزوارق المشحوف. ما فائدة وجود الأهوار وتأثيرها الإيجابي على البيئة؟
لأنها تعتبر مصدرا جيدا لتوفير الكثير من المواد الغذائية مثل الأسماك والطيور والمواد الزراعية التي تعتمد على وفرة وديمومة المياه مثل الرز والقصب والبردي. الأهوار وهي جزر صغيرة عائمة على سطح الماء، وفقا هذه الجزر توجد الأكواخ المساكن القصبية. بيوت الأهوار وهي أكواخ مصنوعة من القصب التي تعتبر هي المادة الخام للبناء في منطقة الأهوار، وهي مساكنهم ومأوى لحيواناتهم كالجاموس والأرنب. تعتبر المنطقة الجنوبية الأهوار الاسم القديم لها العهد القديم، ويعتقد أن هذه الأماكن بعد التأكيد في البحوث التاريخية والدراسات الأثرية إنها المكان الذي ظهرت فيه ملامح السومريين وحضاراتهم، كما توضح الآثار والنقوش السومرية المكتشفة. ثالثا، الأثاث والأدوات المنزلية. ما هي استخدامات النخيل في العراق ومنتجاته؟ توفير خامات من الجريد بديلا للأخشاب، الاستفادة من الأخشاب المستخرجة منها في الصناعات التراثية كالسلال والأطباق، تستخدم منتجاتها في تسقيف بعض البيوت، بيوت الريف، صناعة الأرضية البسيطة، الحصير والكراسي، وكلها تصنع بواسطة اليد. ماذا توفر النخلة في الموروث الشعبي العراقي؟ توفر النخلة في الموروث الشعبي العراقي الهوية المميزة للعراق. نجي التغيير المستمر في الأشكال والأنماط والنتائج التصميمية في الفن البيئي. ما هو وجه الاختلاف بين البيئة الطبيعية والصناعية من ناحية النتاج التصميمي في الفن البيئي؟ البيئة الطبيعية غنية بالهيئات ذات الدلالات والاستخدامات المتنوعة وما تحتويه من كتل ومجسمات تشكل هيئات في نسب وحجومها مع اختلاف نوعية الخامة المشكلة بها أو منها. تمتاز البيئة الصناعية بأن المصمم يغير تلك البيئة الطبيعية من خلال ما يضيفه إليها من قرارات يضعها حيز التنفيذ لتغيير نظام ما في البيئة العامة إلى نظام آخر، وقد يكون هذا التغيير كليا أو جزئيا في النحت المجسم ذو الأبعاد الثلاثية. على سبيل المثال، تعريف الهيئة وهي التي تحوي الصفات العامة والخاصة للمنتج التصميمي. تعريف الشكل وهو الذي يحوي الصفات الخاصة وعناصرها المتعددة التي تبني ذلك الشكل المسمى بالتكوين، وذلك التكوين عندما يكتمل يسمى الهيئة. عندنا تعريف الهيئة ثلاثية الأبعاد، هي عبارة عن مجسمات وسطوح وخطوط وقطاعات تتكون نتيجة فعالية العناصر المادية. أيضا التعبير المكتمل الرؤية هو الخط الحلزوني الغير متكامل الذي نشاهده بالعين المجردة، وتستمر العين في تكملة الحركة الحلزونية مما يوهمنا بالاستمرارية. الهيئة هو المفهوم العام للشكل. تعريف الخطوط في التصميم هي الدليل الذي يقود العين إلى مركز الانتباه، وتقوم بعملية الصياغة للأشكال وتزويدها بالطاقة الحركية. ما هي فوائد الخط في الشكل؟ للخط اتجاهات مختلفة، وبذلك يكون الاتجاه الحركي للخط أثر كبير في توصيل الانطباع لدى المتلقي عن التعبير الشكلي. يرجح الاختلاف البصري للشكل بواسطة الضوء إلى عدة عوامل عددها على شكل نقاط. أولا، مدى انعكاس الضوء وامتصاصه، وتعتبر من العوامل الرئيسية. اثنين، يكون الملمس للشكل هو العاكس للضوء. ثلاثة، خشونة السطح ليكون ماصا للإضاءة مشتتة من الانعكاس، وتعتبر هذه العوامل هي الأساس في تصميم الشكل الإنتاج التصميمي. ما هي أنواع الملمس المتواجد في البيئة ويمكن استخدامه وتوظيفها؟ ناعم، خشن، بدن، صلب. هل لحجم المنتج دور رئيسي في الترتيب والتشكيل والرؤية؟ نعم، له تأثير إيجابي، كما في الملمس مرتبط بالشكل والهيئة وحجمها ضمن الفضاء في الأجسام الثلاثية الأبعاد، حيث يمكن تحقيق أحجام مختلفة لملمس مختلف وعلاقة متبادلة مع مراعاة نسبة الحجم إلى نسبة الفضاء المحيط بها والبيئة التي توضح فيها، من خلال علاقة الأحجام وأشكالها وتناسقها الإيقاعي والعلاقة اللونية ودرجاتها. هل للون تأثير على شكل المنتج التصميمي؟ نعم، له تأثير إيجابي، وكذلك يعتبر من العناصر المهمة بالتصميم، ويعطي انطباعا مختلفا من لون إلى آخر يضيفه عليه المصممة ذاته. هل على المصمم أن يأخذ بنظر الاعتبار كل الاحتمالات في عملية استلام المنتج النهائي؟ نعم، يجب أن يكون واجبا بل شرطا من شروط العملية التصميمية، والتفكير مسبقا والتزامنا في علاقة المنتج ببيئته وفضائه المستخدم
وفي كل خطوات العملية التصميمية لإخراج هيئة المنتج. أدنى معنى الفضاء في الفن البيئي. أفهم فائدة الفضاء في الفن البيئي. يجسد الفضاء الإحساس بالوجود والقدرة على الفعل والإبداع والتواصل الإنساني. يمكن تصنيف معالجة الفضاء بيئيا في نقاط عدة حسب ما ذهب إليه دكتور جبار العبيدي. أولا، ترجمة الفضاء بواسطة إنتاج أعمال فنية تخبرنا عن الطبيعة وعملياتها أو على شكل المشاكل البيئية التي نواجهها. ثانيا، الاهتمام بقوى البيئة وموادها وفي الفضاء الخارجي بإنتاج أعمال فنية متأثرة أو مصنوعة بواسطة الرياح، المياه، البرق وحتى الزلازل. ثلاثة، تجديد وإحياء علاقتنا بالفضاء والطبيعة من خلال تقديم أفكار لأعمال فنية بهدف التعايش مع بيئتنا. أربعة، معالجة واستهداف البيئة المتضررة وصيانة النظم البيئية للفضاءات بطريقة فنية وغالبا بطريقة جميلة. لقد ذكر العالم تشارلز بأن إيجاد شكل ملائم للوظيفة هو ما يمثل الغاية التصميمية للفضاء. ماذا ذكر المعمار والمنظر الفرنسي بول بيشير؟ إنه ذكر أن كل جزء من الفضاء الداخلي يمتلك عقلانية يتم التعبير عنها بالشكل، وأن على المصمم أن يجد أدواته للتعبير عن العلاقات بين الوظيفة والشكل. أدنى استخدام التكنولوجيا في الفن البيئي. عرف مصطلح التكنولوجيا، وهي كلمة إغريقية قديمة مشتقة من كلمتين، هما تكنو وتعني مهارة فنية، وكلمة وتعني علما أو دراسة، ولذلك تعني الكلمة تكنولوجيا. تعريف التكنولوجيا علم المهارات أو الفنون، أي دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة. عرف التكنولوجيا حسب تعريف العالم جالبرت، هو التطبيق المنظم للمعرفة العلمية أو معرفة منظمة من أجل أغراض علمية. لقد عرف فؤاد زكريا التكنولوجيا بتعريف مهم، اذكر ذلك التعريف والإيضاحات التي أنتجت عنه. لقد عرف التكنولوجيا بأنها الأدوات والوسائل التي تستخدم لأدوات علمية تطبيقية التي يستمد بها الإنسان في عملية لإكمال قواه وقدرته وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه الاجتماعية ومرحلته التاريخية. الإيضاحات التي نتجت عن التعريف المذكور هي أن التكنولوجيا ليست نظرية بقدر ما هي تطبيقية تهتم بالأجهزة والأدوات. إن التكنولوجيا تستكمل النقص في قدرات الإنسان وقواه. إن التكنولوجيا وسيلة للتطور. إن التكنولوجيا تستكمل النقص في قدرات الإنسان وقواه. إن التكنولوجيا وسيلة للتطور العلمي. ورابعا، إن التكنولوجيا وسيلة لسد حاجات المجتمع. أدنى الفن والتكنولوجيا. لماذا تستعين التكنولوجيا بالفن؟ عدت مع الشرح لنقطتين اثنين. تستعين التكنولوجيا بالفن لغرض تحسين من الأدوات التي تسمح للإنسان بتشكيل المحيط الذي يعيش فيه، ولذلك هناك توحيد بين التكنولوجيا والفن في الوقت الحاضر، لأن الفن يقدم لنا أجوبة أصيلة عن الأسئلة التي يطرحها المحيط الذي يعيش فيه. اثنين، إن التماسك مع التكنولوجيا يجعل من فضاء المخيل أوسع وأرحب. لقد أدت التطورات تقنيات استنساخ الآلي إلى تغيير إنتاج الأعمال الفنية تغييرا جذريا. يوضح ذلك إن اللوحة والتمثال أصبح من الممكن عمل صور شديدة التطابق مع الأصل لا حصر لها. إن تعددية النسخ التي يسمح بها الاستنساخ الآلي تؤدي إلى خروج العمل الفني من محيطه الخاص إلى مجال عام يسمح للمتلقي باستقباله في أي مكان. تكلم عن عالم الجمال والتر بنيامين من ناحية استنساخ العمل الفني والآثار المترتبة عليه. لقد أكد على أن التكنولوجيا قد زودت الفنانين بالمواضع الجديدة كوسائط جمالية، وقد أصبح الفنان يعتمد على التكنولوجيا في الحصول على المواد والأصباغ التي كان يقوم بصناعتها بنفسه. لهنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.